ده النهاردة بنتكلم في الحروف الايه الساكنة، ودي كده الحروف الساكنة فيها حاجات مختلفة خالص عن اللي احنا ايه متعودين عليه. يلا بينا. اول حاجة في الحروف الساكنة ب ك د ف ج ه ج ك ل م م كيو ار ار ف ت ف و اكس ي ز. انا اديتكم الاصوات بسرعه، بس طبعا كل حرف من دول هشرحه على حده، والفيديو ده مش هيبقى الاول من نوعه، هيبقى التاني او التالت. يا ريت لايك للفيديو، لانه في ناس كتير جدا بجد محتاجه النوعيه دي من الفيديوز، علشان هما محتاجين يتعلموا انجليزي بشكل رايق شويه. اول حرف عندي في الحروف الساكنه، يعني ايه حروف ساكنه اصلا؟ اللي هي الحروف اللي هي مش حروف مد زي بقية الحروف العربي مثلا عندك، هم عددهم 21 حرف. أول حرف منهم حرف الباء، هو بينطق باء عادي زي باج أو أي حاجة أو بيرد سبورة، لكن لو اتنطق في آخر الكلمة ما بيتنطقش أصلا، يعني زي كلمة لام. البي هنا سايلنت، بنسميه سايلنت بي، يعني نحط تحت منه نقطة كده عشان هو سايلنت. كلايم، كلايم يتسلق. ضم، ضم ده اللي هو اعزكم الله حد يكون غبي. بلما، بلما البي هنا ما اتنطقتش رغم انها في اخر الكلام، مش في الاخر، في قبلها ار بس ما اتنطقتش، ولا الار في اخر الكلمه بتتنطق برضه على فكره. المهم بلما، بلما اللي هو السباك. بم، بم قنبله نوويه، برضه البي هنا ما اتنطقش. داوت، وانت عندك جمله مشهوره في الانجليزي اسمها there is no doubt. خليكم معايا في السلسله دي، ان شاء الله في نهايتها هتعرف تقرا وتكتب وتتعلم انجليزي بشكل جيد جدا. تعال معايا على حرف الكا اللي هو حرف السي، وده دايما بننطقه ايه؟ ك. لو انا معايا كل حروف ما عدا ثلاث حروف، يعني انا بقول مثلا كاميرا بقول كمبيوتر، ما اقولش كم، اقول ك ولا ك، اسمها كمبيوتر. حرف الاو لو مش هو محشور ما بين حرفين ساكنين والتاني دوت ام، زي مثلا مونداي او مونكي او دونكي، خد بالك بيتنطق اه. والرسمه دي كمبيوتر لو احنا بنتكلم في الايه الامريكان اكسون، تمام. واقدر اقول كمبيوتر مش كم، مش كمبيوتر، يا اما كمبيوتر دي تبقى بريتش، يا اما كمبيوتر دي تبقى ايه امريكان. السي هنا بتتنطق سي عادي لو بعدها اي او اي او واي، زي سينما، زي ايس. طب لو ضبلنا السي، الفيديو اللي فات انا قلت لكم السي مع الاتش، طب ضبلناها سي اس سي سي تتنطق ك، زي اكوردنج تو، اكوردنج تو، او زي كلمه اكسسوارز، 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 وفي كلمه اكسس يعني يرتب او يظبط او يرست اموره، يعني اكسبت، اكسبت، اكسبت يوافق. ده حرف السي. احنا داخلين دلوقتي على حرف الدي، وحرف الدي برضو له حوار على فكره. حرف الدي في النطق بتاعه العادي بيتنطق دي عادي خالص، زي كلمه دوج او ديج، مفيش اي مشكله عندك. لكن لو عندنا قاعده في الصوتيات كانت اسمها فاينل دي، فاينل دي اللي هو الاي مع الدي، لها ثلاث نطقات، يا اما اد زي بلايد، بلايد ودي مش كتير، يا اما اد زي كلايمد، كلايمد كلمه لو اخرها بي او ان. طيب الكلمه لو اخرها دي برضو بتتنطق دي تي، ازاي؟ زي كلمه واتشت. طب ليه؟ لو الكلمه بتنتهي، إذا انتهت الكلمة بيتش، ش، س، س، ك، كي، ك، ف، ف، كس، أو، تاني هنطق الأصوات تاني، تش، ش، س، س، ك، ك، ف، ف، كس، أو، هنا بتتنطق الدي تي، تنطق تي، زي واتشت، لوكت، لوكت. washed لفت كست، لفت يعني قبل وكست يعني ضحك، ده بالنسبه للفاينل دي، تمام.
نيجي بقى على حرف الاف اللي بيتنطق ف. بقى على حرف الاف اللي هو بيتنطق ف، زي فج، زي فارس، وفدوى، وفرج، كل دي اسامي بحرف الاف. لكن حرف الاف لو الكلمه نهايتها اف وعايزه اجمعها، ده موال تاني. يعني بنشيل الاف، نلغي اف خالص، ونحط في اي اس. زي ايه؟ زي كلمه شلف، شلفز، ليف، ليفز، شايف ليفز، لوف، لوفز، سيلف. طبعا سيلف هنا بنفسي، يعني زي لو انا قلت ماي سيلف بنفسي، عايزه اقول بانفسنا، اقول اور سيلفز. تمام، لو وصلت مع المرحله دي اشترك، لو مش مشترك هزعل منك. حرف الاتش اللي بيتنطق ها، زي مثلا هدى، وزي هند، وده ما فيهوش اي مشكله. وانا جمعته لكم الحصه اللي فاتت مع السي اتش والاس اتش والتي اتش كل النطقات بتاعتهم، فاتس اوكي، ده احنا ما عندناش مشكله فيه خالص. وحرف الاتش لا يمكن، لا يضبل، يعني ما بنضبلهوش، ما ينفعش تشوف كلمه فيها دبل اتش، مش هتشوف، قليل قوي. تمام، نيجي بقى لحرف الجي. حرف الجي بيتنطق جه في كل الاحوال ما عدا ثلاث احوال هقولها لكم. حرف الجي بنقول كلمه جيرل، بنقول مثلا جيم. امتى بقى حرف الجي بيتنطق جي زي ما هو؟ لو معاه حرف اي او اي او واي، والكلام ده انا قلته في الفيديو اللي فات. يعني مثلا لو انا قلت جيم، لو انا قلت جيراف، تمام، ولو انا قلت مثلا، المهم ده حرف الجي. خد بالك حرف الجي في اخر الكلمه لا ينطق، يعني لو انت قلت مثلا دوينج ما انطقوش، سايلنت. ايتينج ما اقولش ايتينج، لا. الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنكمل باقي الحروف الساكنه، ما حبيتش اطول عليكم المره دي. تابعوني دايما، اشترك، السلام عليكم.